البوتوكس هو إجراء تجميلي غير جراحي لعلاج التجاعيد، ومش أي نوع تجاعيد. وإحنا بنعالج بالبوتوكس التجاعيد الحركية. التجاعيد الحركية موجودة عندنا كلنا، بس بتبقى زايدة عند بعض الناس، وطبعا بتزداد مع التقدم في العمر. البوتوكس بيشتغل أساسا على العضلات المسؤولة عن تكوين التجاعيد الحركية دي، فبيعمل على ارتخاء العضلات، وبالتالي شكل التجاعيد بيبقى أقل وضوح. بياخد تقريبا 10 دقائق، والنتيجة بتظهر في خلال أسبوع، وبتستمر حوالي من 3 لـ6 شهور. في بعض الاستخدامات الأخرى للبوتوكس سواء في المجال التجميلي أو المجال الغير تجميلي. بالنسبة للمجال التجميلي احنا بنستخدمه أيضا في علاج فرط التعرق، سواء في الإبطين أو في اليدين أو في القدمين.